من اللازم يحرص الآباء والأمهات على كل تصرف بتصرفوه وعلى كل سلوك بيتم التعامل به، حتى إذا كان مع الأبناء أو إذا كان في التعامل مع بعض ما بين الآباء ما بين الأمهات، لأنه بينعكس مباشرة على الأبناء. خلونا مع بعض نتعرف اليوم من خلال فقرة الإرشاد الأسري على التربية ما بين العقاب والتحفيز، هل لازم يكون هنالك توازن وكيف ممكن يكون التوازن ده مع يثار صلاح اختصاصي نفسي؟ عايزين نتكلم عن كيف نعمل موازنة في التربية بين العقاب والتحفيز، لأنه دائماً بنسمع أنه عقاب تحفيز، دايرين نعزز الطفل، دايرين نعاقب الطفل، وناس كثيرة بتسأل أنه طيب المناسب شنو؟ هل مناسب أنا أعززهم؟ هل مناسب أنا دايماً أعاقبهم؟ طيب هو ذاته العقاب ده مش مرات غلط، ليه بنعاقب الطفل؟ ده اللي عايزين نتكلم عنه الليلة، ونقول الأسس والشروط أساساً لو أنا عايز أعزز أطفالي أو لو أنا عايز أعاقب أطفالي كيف بتصرف بين الاثنين. طيب إذا عايز أتكلم أول شيء عن التعزيز، أهم حاجة أكون عارفة إنه التعزيز بيجي بعد السلوك. يعني شنو؟ يعني ما أقول للطفل لو أنت قعدت مهذب أنا حاشتري لك حلاوة، لو أنت قريت أنا حاشتري لك عجلة، لو أنت مشينا الدكان وما عملت شغب وما عملت أي سلوك غريب ولا كده ولا اتشبكت في الحاجات أنا حاشتري لك لبانة مثلا، حوديك الحديقة. لا، دائما لما نتكلم بالأسلوب ده دي ما تعزيز للطفل ولا تشجيع للطفل، دي زي بنساومه. الرسالة اللي بتصل للطفل إنه إحنا بنساوم فيك، بنشتري في احترامك. حيبقى الطفل بيرد لك، وانا متأكدة لما اقول لك الكلام ده ناس كثيره حتنتبه له، حيبدا الطفل طوال ثاني يقول لك اها بقرا لك لكن حتشتري لي شنو، اها حقعد لك مؤدب حتجيب لي شنو. طيب يا ماما لو انا عملت لو انا عملت لك الحياه اللي انت كنت عايزاها حتجيب لي شنو. بتبقى الموضوع بدل ما تربيه بقى الموضوع زي المساومه، انا اعمل عشان انت حتعملي لي شنو. لا، الموضوع ما كده. الطفل دائما بنخلي عينه صح للهديه، بنقول البنجحوا عندهم هديه، البنجحوا اللي بيكونوا مهذبين عندهم تحفيز، وبنشرك الطفل في نوع التحفيز اللي هو عايز شنو. لكن ما بنقول للطفل، يعني الجمله اللي حتتقال شنو هنا مختلفه، انه عشان انت كنت مهذب وسمعت الكلام بتستحق التعزيز. يبقى شنو؟ بعد ما انت عملت السلوك، ما اكون زي اللي بشتريه منه. طيب لما اجي عايز اتكلم عن العقاب، العقاب عمره ما بيكون للسلوك اللي بيعمله الطفل لأول مرة، والعقاب إذا ما متفقين عليه وأنا والطفل ما بنعمله. ليه؟ لأنه الطفل طبيعي حيغلط، هو إنسان جديد جه في العالم ده، فطبيعي حيجرب وطبيعي حيغلط. طيب إحنا حنعاقب زول على حاجة طبيعية؟ مستحيل. العقاب بيحصل بعد ما الطفل عمل غلط معين وجينا تكلمنا معاه ومتأكدين إن هو فاهم الصح شنو، حتى بعد كده بنتفق معاه على عقاب معين إذا هو عاد السلوك ده مرة تانية. حنتفق معاه إنه إذا عدته أنت حيكون حتتعاقب بالأسلوب ده، وممكن نشركه ذاته في الخيار بتاع العقاب المعين. لما تشرك الطفل مهم في شنو؟ حتزح منك الحرج بتاع أنت ظلمتيني. لا، انت كده بتحمليه مسؤوليته. العقاب المناسبه ما دائما لازم يكون حرمان، ولا بيحتاج نكورك ولا نضرب. العقاب مرات كثيره بيكون تحمل العواقب الطبيعيه للاخطاء بتاعت الطفل. يعني ما حليت الواجبات حقتك، اتحمل العواقب في المدرسه، امشي شوف المدرسه بعد كده حتتصرف كيف. ما قريت، اتحمل العواقب في انك ما حتنجح. ما تصرفت بسلوك مهذب، اتحمل العواقب، الناس ما حتتقبلك. عايز تكورك، اتحمل العواقب انه احنا حنطنشك. ما دائما العقاب معناته انه انا لازم امارس ضغط على الطفل او حرمان على الطفل، لا ابدا. طيب حرجع اعيد حاجه ثانيه في التعزيز. التعزيز لو كتر حيفقد معناه، حيبقى الطفل حاسس انه اي حاجه بسهوله واي حاجه انا بقدر اخدها. لو في اي شوف الصغير وفي الكبير وفي لو عمل لو ما عمل، انا اليوم كله بعزز فيه وبجيبه وبشتري، الطفل حيفقد المعنى لانه انا مفروض اجتهد، حيحس انه ما في داعي اجتهد، انا لشنو مجتهد.
عشان كده احنا بنقول لازم نعمل موازنة في التربية بين التعزيز وبين العقاب. لازم اوازن 200 انا هعزز طفلي و200 هعاقب طفلي. لازم اكون خادتة في بالي انه انا ما بعزز الطفل اليوم كله ولا بعززه بالكذب، لا بعززه فعلا لما يجتهد وبعد ما يجتهد. دائما بنربطه بالمرتبات في الشغل، ما في زول بده مرتبه اول الشهر، اي زول بعد ما تتم شغلك كله وتعمله كله حتى بديك مرتبك. ده نفس الفكره بتاعت التعزيز. العقاب عمره ما بيكون للسلوك لما يتعامل اول مره، ولازم يكون باتفاق مسبق بين الاهل بين التربويين وبين الطفل، عشان الطفل يحس شنو دي ذاته درس له انه انت مسؤول من السلوك اللي بتعمله. عملت حاجه غلط انت مسؤول بعد كده تتحمل العواقب الطبيعيه للسلوك حقك. اتمنى تكون الناس بقت واضحه لها الفكره شنو بين التحفيز والعقاب وليه هم مهمين وكيف نوازن بينهم، وانه العقاب احيانا ما الا يكون ضغط، العقاب ممكن يتحمل العواقب الطبيعيه ويكون مسؤول من سلوكياتكم.